الكتاب في إنجيل يوحنا وأصحاح واحد يقول كده: في البدء كان الكلمة. وكتير قوي إحنا بنبقى متحيرين قوي في القضية دي، هو أنا ينفع أسمع صوت ربنا؟ هو ربنا ينفع يتكلم معايا في أموره الكبيرة؟ ينفع يشاركني أحلامه؟ ينفع ربنا يفتح قلبه ويعلن لي دعوة خاصة جدا باسمي من السماء؟ رب يكشف لي أحلام السماء ومشاريع السماء؟ أنا المحدود قوي الضعيف قوي. بس الحقيقة الآية دي بتقول إنه ينفع. إذا كان الكتاب بيقول عن إقنوم الإبن الكلمة المتجسدة، إن هو الكلمة، ده بيقول لنا إنه مفيش حاجة أحب على قلب ربنا أكتر من إنه يتكلم لينا. أيوب من الناس اللي اتكلم عنها بيتر كريفت في كتابه، وقال كده إنه أيوب في قصة حياته الطويلة كأنه فقد كل حاجة وأصبح كأنه لا يملك أي شيء، لكن الحاجة الوحيدة اللي كان لسه أيوب بيمتلكها هي صوت الله ليه. حوار طويل قوي ومناقشات كتير قوي وحيرة كبيرة قوي في قلب أيوب كانت، لكن في آخر أصحاح 31 تتقال أحلى كلمة. يقول الكتاب كده: تمت أقوال أيوب. خلاص أيوب خلص اللي عنده عشان يبدأ يسمع صوت ربنا. وده بيقول لنا أن الحقيقة ربنا مش بيعرف يتكلم لينا في أوقات طويلة بسبب الإزعاجات والدوشة والقلب المزدحم بالأفكار وبالصراعات وبالتحديات الكتيرة قوي. ربنا بيبقى عايز يفضينا ويفرغنا تماما من كل الصراعات دي. ربنا عايز قلب إنجاز نقول فاضي، في مساحة إنه يستقبل صوت الله. مش بينفع الله يتكلم لينا وسط زحمتنا في الحياة، لكن عايز مش بس قلب صامت قدامه زي ما أيوب. بعد ما صمت وتمت أقوال أيوب، الرب بدأ يتكلم ليه من أصحاح 32 لما قاليه فتح يعني بقه وبدأ يتكلم بأقوال من قلب ربنا لأيوب. لكن مش بس كده، ربنا كمان بيكلم قلب ما عندوش بدايل تاني، قلب واقع في عرض ربنا. أنا مصر أسمع صوتك، أنا مصر أتقابل معاك. موسى من الناس اللي الكتاب يقول إنه قعد 40 يوم على الجبل بدون أكل ولا شرب، واحد مستقطع قدام ربنا، واحد ما عندوش بدايل تاني. كتير قوي نقول يا رب أنا جاهز أسمعك، بس لو ربنا تأخر شوية في الكلام أنا ما عنديش وقت، أنا مشغول، عندي حاجات تانية كتير قوي. بس الشخص اللي ما عندوش بدايل تاني، الشخص المصر واللي لا يتنازل على إنه يسمع صوت ربنا ودعوة ربنا لحياته، ربنا هيتكلم ليه. عشان كده الكتاب يقول عن موسى إنه الرب عرفه وجها لوجه. لم يكن نبي في كل إسرائيل زي موسى، كان ربنا بيتكلم معاه وجها إلى وجه كمن يكلم الإنسان صاحبه. وكمان إبراهيم في تكوين 18 لما ربنا راح زاره، كلمة جميلة قوي تتقال عن إبراهيم. ربنا قال كده: هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا صانع؟ ربنا مش عايز يخبي علينا أفكاره. إحنا كتير قوي بنفتكر إنه أحلام ربنا وأفكار ربنا دي ربنا محتفظ بيها لنفسه، بس هو بيدعونا شركاء، هو بيدعونا أحباء، مش بيدعونا عبيد. هو عايز يقول لنا كل حاجة، عايز يطلعنا على ما في قلبه، كأن ربنا عايز يفتح عينينا على بانوراما إلهية وعلى صور موجودة في السماء. الله عايز يشارك قلبنا بيها. إحنا شركاء الدعوة الإلهية، ولازم نقتنع بالحقيقة دي. وإحنا داخلين قدام ربنا عايزين نسمع صوته، إحنا مش بنتشحتف عشان ربنا يتكلم لينا بكلمة أو يعلن لينا قصد من مقاصده. بالعكس، هو عايز يشارك، هو عايز يفتح قلبه. هو اللي قال كده: هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا صانع؟ وربنا شارك إبراهيم بقصة ضخمة جدا ليها علاقة بغضب هينزل على سدوم وعمورة. وإبراهيم قعد يتشفع قدام ربنا، وكل مرة كان ربنا بيقوله: أيوة يا إبراهيم، لو في 50 أبرار في سدوم وعمورة أنا مش هأهلك المدينة. ربنا عايز يتكلم. إيمي كارمايكل قالت كده: تسمع صوت ربنا لما يتفق ثلاث أمور. الحاجة الأولى، بيتفق ثلاثة عشان تسمع صوت ربنا. الحاجة الأولى الكلمة المقدسة، والحاجة الثانية صوت الله الداخلي اللي جواك، والحاجة الثالثة قيادة الظروف الخارجية. لما الثلاث حاجات دول يتفقوا مع بعض، ده صوت ربنا ليك. وقالت كمان: مش لازم صوت ربنا يكون صوت مسموع أنت بتسمعه بودانك، لكن قالت إنه صوت الله مرات كتيرة بيكون هذا الإحساس الدافئ المليء بالسلام اللي بينتابك وأنت في واحدة من مراتك التي فيها أنت راكع أمام سيدك. في المرات اللي بركع قدام ربنا ببقى متاح قوي: يا رب أنا عايز أسمعك، بيملأ قلبي صوت مليان بالدفى، مليان بالسلام،
مرات كتيرة ربنا بيبقى عايز يقولي إن ده صوتي. صوت ربنا مش دايماً مصحوب بفرقعات وأصوات عالية جداً أو أسمعه مثلاً على فم خادم في مؤتمر ما. مرات ربنا بيكلمني بأنه يحط في قلبي حب ناحية شعب، يحط في قلبي فكرة تبدأ الفكرة دي تحاصرني وأبقى مثقل جداً بيها. لو أنت حاسس إن ربنا حاطط انجذاب معين في قلبك ناحية أمة معينة، ناحية قبيلة، ناحية شعب، ناحية لون، ناحية ثقافة، ثق إن ده ممكن يكون صوت من أصوات ربنا لحياتك. عشان كده إحنا محتاجين نيجي قدام ربنا نقول يا رب إحنا ما عندناش بدايل تانية، لو ما سمعناش صوتك يا رب، صوتك هو الحياة بالنسبة لنا، إحنا بكلامك بنحيا وبنتحرك وبنوجد. لو مش عارفين نسمع صوتك إحنا الحقيقة بنتحرك، لكن إحنا مش أحياء، إحنا هنفقد كتير قوي. كلمتك محيية، كلمتك عندها سلطان تدفق الحياة فينا كل مرة بنسمعك يا رب. نبض أفكارك بيملأ قلبنا، وهو ده اللي إحنا عايزين نعيش علشانه.